السلام عليكم طلاب جريد 6. ان شاء الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بليسنز 1 اند 2 في يونت 2 في كونكت بلس. عندنا ايه في الجرامر؟ ذا فيرست كونديشنال اف، الحاله الشرطيه الاولى الاف. حد يقول لي طب يا مس ما احنا اخدنا حاله اف في يونت 1، احنا اخدنا الزيرو، زيرو كونديشنال اف، الحاله الصفريه. النهارده هناخد ذا فيرست، هناخد الحاله الاولى. اف ليها كام حاله؟ اربع احوال. طيب امتى يا مس هنستخدم the first conditional if؟ للتحدث عن مواقف مستقبلية، في حاجات، في مواقف هتحصل لنا في المستقبل، يبقى هنستخدم the first conditional. عاوزين نعرف الفورم، التكوين بتاع الحالة دي. اف لما تيجي في الأول هتيجي بعدها جملة المضارع البسيط. طيب والجملة التانية هتكون جملة ايه؟ احنا بنقول بنستخدم the first conditional if، الحالة الأولى الاف، للتعبير أو للتحدث عن مواقف مستقبلية، مواقف هتحصل في المستقبل. يبقى هنجيب زمن مين اللي بيعبر عن الفيوتشر، عن المستقبل؟ future with will. هنجيب الجملة التانية زمن المستقبل، زمن المستقبل، يبقى هنجيب will والinfinitive، will والمصدر. طيب يا مس ينفع نشيل will ونكتب can في الجملة التانية؟ لو احنا عاوزين نتكلم او نعبر عن القدرة، عن اشياء هنقدر ان احنا نعملها في المستقبل، ولازم طبعا الverb يكون فين؟ برضو في الinfinitive، عشان كان فعل ناقص زي will. طيب يا مس ينفع نشيل will ونشيل can ونكتب may؟ لو احنا مش متأكدين اذا كانت الاحداث دي هتحصل ولا لأ، وبرضو لازم الفيرب يكون فين؟ في الانفينيتيف، عشان may زي will وزي can فعل ناقص. يبقى الخلاصة يا ولاد ان the first conditional if، if لما بتيجي في الاول بيجي بعدها جملة المضارع البسيط، والجملة التانية ممكن يكون فيها will والانفينيتيف، او can والانفينيتيف، او may والانفينيتيف، تمام؟ طيب لو if جت في النص لازم يجي بعدها جملة المضارع البسيط، مش بتسيبها ابدا. لو اف جت في النص بتجري تيجي بعدها، اف جت في الاول برضو جمله المضارع البسيط تيجي بعدها. طيب والجزء ده كله لما اف تيجي في النص يتشال ويجي فين؟ في الاول. ماشي، ناخد امثله. if it is hot tomorrow، لو الجو بكره هيكون حر، I'll make a smoothie، انا هعمل سموزي. اف جت في الاول، الجمله اللي بعدها في زمن المضارع البسيط، الجمله الثانيه في زمن الفيوتشر with will. ليه يا مس؟ عشان احنا هنا بنتكلم عن مواقف او احداث هتحصل فين؟ في المستقبل. first conditional if، الحاله الاولى الاف. if you arrive early، لو انت هتوصل بدري، you can get a good seat، انت هتقدر ان انت تحصل على مقعد جيد. اف جت في الاول، يبقى لازم الجمله اللي تيجي بعدها مباشره تكون في زمن المضارع البسيط. الجمله الثانيه هنا في قدره، عاوزين نتكلم عن اشياء هنقدر ان احنا نعملها في الفيوتشر، يبقى هنجيب مين بتاعه القدره؟ كان والانفينيتيف. اف لو جت في النص مين اللي هيجي بعدها على طول ومش هيسيبها ابدا؟ جمله المضارع البسيط، واللي قبلها على حسب. لو احنا زي ما انا قلت لكم كده وشرحت لكم فوق، عاوزين نتكلم عن احداث او مواقف هنعملها في المستقبل، يبقى هنجيب will أو نفي will want. طيب لو في قدرة يبقى الجملة اللي قبلها هتكون can والinfinitive، أحداث مش متأكدين منها يبقى هنجيب may والinfinitive. نشوف بقى مين البوب كويز. choose the correct answer number one. if I have enough money I not buy a new bike، الجملة اللي بعد if في زمن المضارع البسيط. الجملة التانية عندنا مين في الاختيارات؟ will. number 2 if she نقط، طالما لقينا if يبقى الجملة اللي بعدها مباشرة لازم تكون في زمن مين؟ المضارع البسيط. ضمير الفاعل she في زمن المضارع البسيط، الفعل بعده لازم يكون في ايه؟ is، يبقى الاختيار الصح comes. number 3 you will، يبقى لازم ندور على الverb في الانفينيتيف be. number 4 مازن نقط to your party if you don't invite him، اف جت في النص، الجملة اللي بعدها لازم تكون في زمن المضارع البسيط. طيب الجملة بقى اللي قبلها، الجملة الأولى، عندنا مين هنا في الاختيارات ينفع ان احنا نختاره؟ مفيش غير can't come، عندنا can't will infinitive عشان هنا مفيش قدرة. number 5 if I see أحمد I can not him to call you، بعد كان أو بعد أي فعل ناقص الفعل الأساسي لازم يكون في الانفينيتيف في المصدر، يبقى الاختيار الصح ask. number 6 if he، سهلة جدا، بعد if الجملة اللي بعدها مباشرة لازم تكون في زمن المضارع البسيط، سواء في الزيرو conditional أو في الفيرست conditional.
متفقين مع بعض في النقطة دي. طيب ضمير الفاعل هي في زمن المضارع البسيط بيحب مين؟ بيحب الفعل بعده يكون في اس، يبقى الاختيار الصح studies. Number 7 if we، نفس الكلام ضمير الفاعل we في زمن المضارع البسيط بيحب بعده الفيرب في الانفينيتيف، يبقى الاختيار الصح go. Number 8 if you practice every day you not play the violin well. if جت في الاول الجمله اللي بعدها في زمن المضارع البسيط، الجمله الثانيه لا اما will او can او may. مين اللي موجود هنا عندنا في الاختيارات؟ will. Number 9 if they arrive late their teacher will not angry. عندنا will يا miss فعل ناقص، يبقى لازم نختار مين؟ الفيرب في الانفينيتيف B. Number 10 if the weather، الجمله اللي بعد if لازم تكون في زمن المضارع البسيط، the weather اسم مفرد يبقى الفعل بعده لازم يكون في ايه؟ is، يبقى الاختيار الصح is. Number 11 I'll be happy if my friend not to visit me. if جت في النص يبقى الجمله اللي بعدها لازم تكون في زمن المضارع البسيط، my friend اسم مفرد، الاسم المفرد بيحب الفعل بعده في is في زمن المضارع البسيط، يبقى الاختيار الصح comes. Number 12 if you send the letter now she not it tomorrow. بعد if الجمله اللي بعدها في زمن المضارع البسيط، الجمله الثانيه يا مس لا اما will والانفينيتيف او كان والانفينيتيف او may والانفينيتيف. مين اللي موجود هنا عندنا في الاختيارات؟ كان والانفينيتيف، كان ريسيف. Number 13 if you not me I can finish in time. if جت في الاول الجمله اللي بعدها لازم تكون في زمن المضارع البسيط، عشان هنا قاعده مين؟ the first conditional if، ضمير الفاعل you في زمن المضارع البسيط مش بيحب الاس، الفيرب بعده بيكون في الانفينيتيف، يبقى الاختيار الصح help. Number 14 if she hurries she not catch the train I'm not sure. انا مش متاكد، يبقى هنجيب مين؟ بتاعه عدم التاكد may. Number 15 if you put food in the refrigerator it will not fresh. سهله قوي، عندنا will يبقى لازم الفيرب يكون فين؟ في الانفينيتيف، عشان will فعل ناقص، فين الانفينيتيف؟ stay. سؤال تصحيح الخطأ number 1 if you put out the trash، لو انت تخلصت من القمامة I not put away the dishes. I'll put away the dishes، انا هحط القمامة في مكانها ايه؟ المعتاد، يبقى هنكتب will وبعد كده put مضارع بسيط والجملة الثانية future، ليه؟ عشان عندنا if first conditional if. number 2 if I wake up late I'll miss the bus، سهلة جدا هنشيل ed وهنكتب miss بس، عشان بعد will بنكتب الinfinitive. number 3 if they not study harder they won't pass the exam، بعد if لازم الجملة اللي تيجي تكون جملة مضارع بسيط. طيب في زمن المضارع البسيط بننفي زي بإيه؟ بdon't، يبقى هنكتب don't وهنكتب الفعل زي ما هو study don't study. number 4 if I find your ring I not could give it back to you، ما ينفعش هنا الفعل الناقص يكون في الماضي، لازم يكون فين؟ في المضارع، يبقى هنكتب can give. عندنا number 5 if we don't finish the project our teacher not be proud of us، هنكتب ايه؟ عاوزين ننفي في زمن الفيوتشر، بننفي بمين؟ ب want، want وبعد كده الانفينيتيف want be. لو احنا ما عملناش المشروع بتاعنا، لو ما خلصناش المشروع المدرس بتاعنا مش هيكون فخور بينا. number 6 he will not cancel the party if he is sick، قلناها كتير بعد الفعل الناقص الفيرب لازم يكون فين؟ في الانفينيتيف، يبقى هنحذف الاس وهنكتب cancel بس. number 7 if they not stop drinking with drinks they won't be healthy، الجملة اللي بعد if لازم تكون في زمن المضارع البسيط، ضمير الفاعل زي في زمن المضارع البسيط بننفيه بايه؟ بdon't، هنكتب don't وبعد كده الانفينيتيف اللي هو stop stop، طبعا مفيش مكان فانا بحاول يعني على قد ما اقدر. number 8 I'll buy you chocolate cake if you not pass your exam، بعد if الجملة لازم تكون في الانفينيتيف، ضمير الفاعل you في زمن المضارع البسيط بيجي بعده الفيرب فين؟ في الانفينيتيف، يبقى هنكتب pass وهنحذف الاي دي. number 9 if she not play the piano well
الجملة اللي بعد اف لازم تكون في زمن المضارع البسيط، ضمير الفاعل شي في زمن المضارع البسيط، الفرب بعده بيكون في ايه؟ بيكون في اس، يبقى هنضيف حرف الاس على play وهتبقى ايه؟ plays. number 10 if they don't know at one the match they will be out of the competition. دي سهلة قوي. بعد don't أو doesn't الفرب لازم يكون فين؟ في الانفينيتيف. من المصدر؟ من one when. هقف معاكم يا ولاد لحد هنا، وبإذن الله الفيديو الجاي هيكون حل تدريبات lessons 1 and 2 في unit 2 في connect plus. سايبالكم لينكات الجروبات بتاعتي التليجرام في الديسكريبشن اللي حابب ينضم، ودلوقتي هقول لكم باي باي.